لا لا وقفوا، أنا جاي لعندكم فوراً، استنوا شوي. كارثة، الزلمة صعب. جسور، أنا لازم كون جنب رفعت بالتحقيق ولهيك لازم أمشي. ولا يمك هيك لكان، جسور بيك كان معه الزلمة، لا ومسلح. رفعت شرطي متقاعد، سلاحه مرخص كمان، وكتير منيح اللي كان مع جسور بمثل هيك موقف يا بيك. بانو، لو سمحتي. ماشي جسور، أنت نام وارتاح هلأ، رح أضل كمال عندك، ورح أخذ تليفونك معي لأنه الرسالة اللي فيه دليل كتير مهم، وفي احتمال يطلبوك على التحقيق. لا ما في داعي. مو مشكلة، أنا ما عندي شي خبيه، وحتى إذا بدك هاي تليفوني كمان. لا ما لزوم، يعني لو انحذفت المسج بنقدر نرجعها. شو هالمسرحية هاي؟ أصلا سوهان شو علاقتها بكل القصة؟ بابا خلص أنت فيك تمشي هلأ. كمال ليك لو سمحت لا تترك جسور لحاله أبدا لو مين ما كان يكون معه، عم تفهم علي؟ ايه طيب باي. اوعك تحشري أنفك بهالموضوع. في مين حشره لأنفي ومشي الحال؟ نحكي. لو سمحتوا بدي قيس له ضغطه. اتصلي فيني بس تخلصي. حضرة الممرضة، شو طمنيني أنا بقدر كمل حياتي؟ صار الموت بعيد عنك سفر سنين. رح أبدل السيروم هلأ بس انتبهوا له قبل ما يخلص. طيب يسلموا إيديكي. كمال ممكن تتركنا؟ لو سمحت. كمال. برسالة مني رحت على الخطر برجليك، صح ولا لا؟ والله إذا عملتي هيك لا تختبريني بيكون عيب عليكي. ما وجعت قلبك؟ اليوم أنا كمان اكتشفت إني وقعت بفخ كبير مثلك. اليوم عيوني شافت الفخ اللي صار لك زمان عم تنصبه. جسور كارا حسن أغلو. كل يلي عملته كان مجرد كذبة، كذبة حاولت جهدك تخليني اقتنع فيها وصدقها. أنا اليوم رحت على غابة عائلتك. وزرت قبره لوالدك. طلع القبر فاضي. وبعدين زرت الحقيقي. حتى أنا زرت كل الأماكن اللي بتخصك. رحت على البيت يلي ساكنة فيه مرته اللي رفعت قلبي. ما بعرف ليش انشال الاسم عن البوابة. مع هيك دخلت البناية وطلعت لفوق، دقيت على الباب، لقيت زلمة عايش لحاله واسم نسرين أول مرة بيسمعه. كذبت بكل شيء قلته. أنت ما بصير تضغطي بهالأسلوب على المريض، أخسى عليكي. ما يكون هالفخ مشروع لكذبة جديدة. لا
ليش كذبت علي؟ بما انه عم تسألي هالسؤال معناتها ناطرة جوابي. ايه طبعا بدي جواب. في زلمة قتل لي ابي وانا كذبت لحتى اخذ بداري. حسن كارا حسن أغلو مات وهو عم يسوق سيارته. قتله ورموه مع السيارة. رفعت قلبي وقتها كان شرطي بقسم كارلوتك وبيعرف الحقيقة بس أدلة ما عنده وأنا لا حصل على أدلة. مو على أساس بدك تسمعي جوابي؟ تركني. خبيت عنك بس لحتى أكون جاهز وقف قدام اللي سرق مني كل شي وقدر حاسبه على اللي عمله فيني. قلت لك تركني. مو بإيدي ولا بخاطري كذبت. وين الممرضة؟ ليكي انت مو قوية كتير لا تسمعي جوابي. وينك يا ممرضة؟ قاتل تحسين كارلوتك. انا خبيت عنك ليجي الوقت اللي يوقف فيه قدام المحاكم. شوفي شو صار لك اخي؟ جرحه عم ينزف. شو صار؟ نادوا لحدا يجي. نادوا للممرضة. جرحي مفتوح. شوفي عم ينزف جرحه. ليش صار هيك؟ الكل يطلع لبرا بسرعة، ما بدي حدا هون. خبري الدكتور المناوي لو سمحت. لا تتحرك.